إلهنا وقفنا في هذه الليلة بين يديك وجهنا وجوهنا إليك رفعنا أكف الفاقة والضراعة إليك إلهنا يا من حرمت الظلم على نفسك وجعلته بين عبادك محرما وقلت لا تظالموا وقلت لا تظالموا إلهنا 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 كل إخواننا المسلمين المظلومين في سوريا يا الله يا الله اللهم إنه قد طال أمد البلاء واشتدت بهم اللأواء ولا ناصر لهم إلا أنت ولا مغيث لهم إلا أنت ولا معين لهم إلا أنت يا ملك يا ملك يا اللهم إنا نسألك لإخواننا فرجا قريبا فرجا عاجلا اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بقلوب ملؤها الرجاء اللهم يا حي يا قيوم اللهم ارفع الظلم والحصار عنهم اللهم بدل خوفهم أمنا وفقرهم غنى وزدهم يا ربنا صبرا وثباتا اللهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم وديارهم وأموالهم ومقدساتهم اللهم ارحم الشيخ الكبير اللهم ارحم الشيخ الكبير وارحم الطفل الصغير وارحم الأم الرؤوم اللهم واغوثا اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم من قتل منهم فاكتبه عندك من الشهداء وخيره من الحور العين ما شاء اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وفك أسراهم إلهنا رحماك رحماك بهم اللهم ارحم حنين الحانة وارحم أنين الآنة اللهم اجعل الغلبة لهم والنصر حليفهم وأكرمهم بعاجل فرجك اللهم أنزل عليهم من الخير والفضل والبر والنعم والبركات أضعاف 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 ما نزل بهم من البلاء إلهنا إلهنا من استقوى بقوته عليهم فإنا نستقوي بقوتك عليه إلهنا من استقوى بقوته عليهم فإنا نستقوي بقوتك عليه دكدك عظامه شل أركانه عطل مفاصله صم أذنيه اللهم بدل تقدمه تأخرا وضحكه بكاء وفرحه حزنا اللهم اجعل الموت يحيط به من كل مكان اللهم املأ قلوبهم خوفا وذعرا اللهم املأ قلوبهم خوفا وذعرا
اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، يوما أسودا، يوما أسودا. اللهم عاجلا 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 غير آجل، قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.